صحفية بهدف تسليط الأضواء على التطورات الأخيرة للملف التعليمي والمتمثلة أساساً في السلوك غير المسؤول الذي تعامل به وزير التربية الوطنية بإقصائه جزء من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ضمنها النقابة الوطنية للتعليم منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأصر على هذا الإقصاء حيث أعلن في مؤسسة البرلمان رفضه للحوار مع نقابتنا تحت مبررات لا تصمد أمام قيود المسؤولية وضوابطها. في طرق الفدرالية الديمقراطية الشغل سيدتي هذا نغينا اليوم دعينا ندوى صحفية نهاية ديالها الآن دعينا ندوى صحفية في المقر المركزي في سيدتي فاش تسلطوا الأضواء على مجموعة من المشاكل اللي كيعرفها الملف الوضعية ديال التعليم في البلاد. هاد الوضعية هادي اللي أهم كميزة هو انفراد في التدبير. الوزير ديال التربية الوطنية ينفرد بتدبير الشأن التعليمي في بلادنا قبل الجائحة وخلال الجائحة وإلى الآن. هذا الانفراد في التدبير نتيجة طبيعية هي التراكم ديال المشاكل حيث وصلنا ما بيننا وبين وزارة التربية الوطنية اليوم إلى 25 ملف. سبقنا قدمنا لهم 23 ملف واليوم وصلنا إلى 25 قدمنا لهم 23 ملف هي ملفات ديال الشغلة التعليمية. هاد الملفات هذه لو كان هناك طاولة ديال الحوار ما كانش تراكم هاد الملفات ما كانش طاولة الحوار كاين انفراد في التدبير. الغائب الأكبر هو الوزير اللي ما شفتوش الحركة النقابية ككل منذ ما يزيد عن سنتين. مع الأسف الشديد لما الوزير تفكر وتذكر أنه يجب أن يجلس مع الحركة النقابية ومع النقابات مع الأسف الشديد دار واحد الخطأ فظيع غير مقبول غير قانوني غير دستوري وأنه اختار النقابات التي يريد أن يتفاوض معها. هذا الاختيار ديال النقابة اختار النقابات أنا ما غنتكلمش على النقابة أخرى كنتكلم على نقابتنا. الوزير تعمد يقصي النقابة الوطنية للتعليم سيدتي من الجولات الأخيرة ديال الحوار لأننا نقابة ممانعة نقابة لا تهادن نقابة تطرح حقيقة الملفات. حقيقة الملفات هي اللي خلتنا نطرح اليوم ما يزيد على 23 ملف كما قلنا. هاد 23 ملف فوقنا قدمنا فيها مقترح ديال الحلول ولكن بدون نتيجة. أستاذ شنو توضيحاتكم حول موقف الهيئة النقابية من الحوار القطاعي؟ طيب احنا الحوار القطاعي كنعتبروه لمين طريق بعد الحوار القطاعي كنعتبروه مازال في عطاله معطل. وهذه اراده ديال وزاره ديال التربيه الوطنيه واراده ديال الحكومه المغربيه مع الاسف الشديد والاراده ديال الدوله المغربيه لانه تحت مدخل جميع صامت والحوار معطل لسنوات. ولما كان هناك حوار وقع هذا العطب الكبير غير القانوني غير الدستوري ديال ان الوزير كيقفز على التمثيليه اللي منظمه في البلاد بالقانون. المغرب فيه قانون ينظم التمثيليه وينظم من يمثل الشغيله ومن يمثل نساء وجهه التعليم. النقابه التعليم ماشي غير نقابه اكثر تمثيليه هي النقابه التعليميه الاولى في البلاد. قفز على هذه التمثيليه هذه وعلى القانون واختار النقابات التي يتفاوض معها. كيفاش كتشرحوا تطورات الوضع التعليمي وملفات الشغيله التعليميه؟ التعليم في بلادنا هذه السنه هذه بالخصوص هذه السنه بسبب حتى واحد الظرفيه الاضافيه اللي كنا نعيشوا اليوم هي الظرفيه ديال الجائحه. التعليم في وضع سيء ازداد سوءا. وضع ديال التعليم ازداد سوء حيث العلم في علم المغرب كاملين كاع اللي عندهم وليدات الابناء ديال المغاربه كيدرسوا فقط 50% هي اللي كيدرسوا الابناء ديال المغرب داخل الحجرات ديال الدرس حضوريا و 50% الاخرى تسمى تعليم عن بعد او تعليم ذاتي. هذا التعلم الذاتي او التعليم الذاتي مع الاسف الشديد ما عطاش نتيجه وما يمكنلوش يعطي. المغاربه جميع عارفين بانه التعليم عن بعد فشل. عشناه السنه الماضيه 100% فشل بدليل انه حتى الوزاره اقرت بفشله ولم تعتمد الدروس المقدمه عن بعد في التقويم ديال المحصله ديال التلاميذ. اذا التعليم عن بعد فشل حتى اليوم في 50% فقط هي اللي كتدرس وهذا 50% تطالبها العديد من الاضرابات ومن الاحتجاجات. هذه الاضرابات السبب ديالها هو الغياب ديال طاوله الحوار. مره اخرى اقولها غياب ديال طاوله الحوار غياب الوزاره على طاوله الحوار اللي خلات انه كاين هناك العديد من الاحتجاجات والمغاربه كلهم كيعرفوا بانه شوارع الرباط لا تكاد تهدأ. شوارع ديال العواصم ديال المدن ديال العواصم ديال الجهات لا تكاد كذلك تهدأ من احتجاجات الاساتذه المختلف انواع الاساتذه الذين فرضوا التعاقد الشهادات الى غير ذلك. هذا الشيء كله ناتج على انه ما كاينش حوار وما
ما كاينش بشكل مؤسس ومعقلا، وهذا الشيء كنطالبوا به حنا كنقابه، كنطلب مؤسسه الحوار ملزم لجميع الاطراف. نعم. شنو الراي ديالكم حول سخط المغاربه على الحكومه؟ وفي حقيقه سخط المغاربه على الحكومه. نعم. هو نتيجه طبيعيه. نعم. نتيجه طبيعيه للسياسات الحكوميه المعتمده في البلاد، الحاكمين في بلادنا حتى هذو اللي جاوا بالغلاف الديني وبالطابع ديال ناس ورعين ومتدم وناس كي تخبوا ورا الدين، حتى هذو اليوم عبينوا على انهم مجموعه من المنافقين لا اقل ولا اكثر، بل تيمارسوا النفاق في اجل الصور ديالو. هذا الشيء يمكن الا يعطي غضب مضاعف. المغاربه يمكن يغضبوا على اي حكومه، لكن لما كيجي واحد بجلباب ديال الدين وديال الاخلاق كيمكن يغضبوا عليه غضب مضاعف. هو الشيء اللي حصل اليوم، اللي مفروض انه سيترجم خلال الانتخابات المقبله. رسالتكم الاخيره للحكومه؟ طيب الحكومه والدوله المغربيه، كاين احنا في البلاد عندنا اللي كاين وزاره تدبر شان ديال قطاع معين، كاين حكومه، كاين كذلك دوله خلف هذا الشيء كله اللي سالتنا اليوم جميع، يعني كل من يهمه الامر في هذه البلاد. هذه البلاد هذه راه بلاد ديالنا كاملين، ما خاش تبقى الامور متروكه للحبل على الغريب. خص الجميع كل من يهمه الامر يدخل باش يمكن ما تضيعش الحقوق ديال المغاربه، وما تضيعش المكتسبات ديال شغيله، وما تفاقمش الاوضاع، والا راه الجميع كيلعب بالنار. الجميع كيلعب بالنار لان الوضع هذا الوضع هذا كيزيد في الاحتقان والتوتر في البلاد، وهذا الاحتقان والتوتر اللي كيتراكم كيمكن يؤدي الى ما لا تحمد عقبه، اللي ما كنتمنوهاش لبلادنا، ولكن كل فلي يتحمل كل المسؤوليات. علاش عضو المكتب الوطني النقابه الوطنيه للتعليم الكونفدراليه الديمقراطيه للشعب هاد الندوه الصحفيه اللي في الحقيقه سعيده ان تصوتوا الاضواء على التطورات الاخيره اللي وقعت تخص المجرمين والمسلم الى اساسا قرر ديال وزير التربيه الوطنيه لفتح الحوار مع منظمتنا التي تبوأت الرتبه الاولى؟ نعتبر بان هذا الرد غير دستوري، يخرق القوانين الدوليه المنظمه ايضا للحوار اتفاقيه الصادق عليها المغرب، ونعتبر ذلك خروج ايضا على المنهجيه التي كانت متبعه دائما، خصوصا اننا الرتبه الاولى والدائره التمثيليه، ونعتبر ذلك انقلاب ايضا على صناديق الاقتراع انطلاقا من هذه الثقه اللي منحونا النساء ورجال التعليم. بالتالي هذا السلوك غير مسؤول ولا يليق برجل الدولة. النقطة الثانية وهي المتعلقة بالملفات المطلبية اللي هي ظلت في الحقيقة عرضة للتجاهل من طرف الوزارة، كما أن هناك ملفات أخرى تراكمت يمكن نقول ما يزيد من 20 ملف، وهناك التزامات تم لإخلالها، يعني تم التملص منها، خصوصا ما يتعلق ب 26 أبريل 2011 اللي في جوج النقاط اللي معكم للأسف باقا ما تنفذاتش، بالإضافة إلى الالتزامات الأخيرة المتعلقة ببعض الفئات كما في الإدارة التربوية اللي كان خاص تخرج فيها راسين ديال التخطيط التربوي أيضا الذين درسوا في غير السكين وغيرها من الفئات. نعتبر أيضا في النظام الأساسي منذ 2014 تعلق لجنة مشتركة ما بين النقابة التعليمية وما بين الوزارة منذ 2014، وما زلنا ننتظر إخراج النظام الأساسي اللي طبعا مطلبنا واضح هو أن يكون النظام الأساسي منصف عادل موحد يحافظ على المكتسبات ويجيه على الانتظارات اللي كاينة في الشؤون التعليمية، ويكون ايضا فرصه لادماج الذين فرض عليهم التعاقد. ايضا في النقطه الثالثه وهي المتعلقه بقضيه التعليم، نعتبر اليوم بان قضيه التعليم تشكو من اعطاب جوهريه وهيكليه، ونعتبر بان احدى الدروس ديال الجائحه وعلى الدوله والحكومه ان تستفيد من ذلك، وان مستقبل اي بلد ليصمد امام الازمات وامام التحديات هو مدخله الى التعليم. التعليم هو استثمار ديال الرأسمال البشري اللي خاص الانتباه، لذلك هناك حاجه الى الاصلاح الشامل والعميق لمنظومتنا التربويه اللي هي كتشمل الاختلالات والتي تتعرض لعمليه التدمير والتدمير. الناس اليوم تبقى نيوليبرالي مملا من طرف المؤسسات الماليه الدوليه يسعى الى خوصصه وتسليم هذه الخدمه العموميه.